إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في رحاب الأنبياء فهم مصابيح الحياة وهم طوق النجاة وهم صفوة خلق الله وعباده والآن موعدنا مع قصة يوسف الصديق أحد أهم القصص كما ذكر في القرآن الكريم.
قصته مثيرة للعقول والقلوب، قصة الصبر والمحن والابتلاءات المذهلة. هذا هو نبي الله يعقوب، وقد مسه الكبر وظهرت عليه أعراض الشيخوخة، وفقد بصره حزناً على ولده يوسف الذي فقده، ولم يعلم عنه أي شيء حتى الآن، وهو ما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهؤلاء هم إخوة يوسف، أتذكرونهم؟ هم الذين ألقوا يوسف في غياهب الجب ولم يرحموا طفولته البريئة. لقد فقدتم كل شيء ولم تحصدوا غير الندم والخزي. سبحان الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. هذا تذكير بسيط بما كنا نرويه في الجزء الأول من قصة يوسف الصديق. فأين يوسف الآن؟ وأين زوجة العزيز الآن؟ ومن يحكم مصر الآن؟ هيا لنرى ذلك مستعينين بقوة الله وحوله. ظل يوسف الصديق يدعو إلى الله الواحد الأحد، إلى توحيده وترك الشرك وعبادة الأصنام، وقد استطاع أن يوصل دعوته داخل هذا النطاق الضيق في السجن، مما أدى إلى انزعاج قائد السجن وحراسه. الحمد لله على نعمة التوحيد. لا أعرف ماذا كان سيجري بحياتي إن لم أقابلك يا يوسف. الحمد لله، اللهم إني أسألك الهدى والتقى. ماذا لو أذاع يوسف دعوته إلى التوحيد بين الناس؟ أعتقد أن حالهم سينصلح. دائما ما يحاول الباطل أن يخفي الحقيقة لبعض الوقت، ولكنه لن يستطيع ذلك كل الوقت. هيا بنا، هيا لنصلي. منذ أن أسلمت لرب العالمين وأنا لا أخشى أي شيء، حتى الموت نفسه. علينا أن نقف مع يوسف كي نساعده في توصيل دعوته مهما كلفنا ذلك. أثق أن الله لن يترك يوسف، لن يتركه. إن شاء الله. إن يوسف منذ أن جاء إلى السجن لم يزعج أحداً، ولم يتشاجر، ولم يتلفظ بما يسيء لأحد، فمن أين جاء بهذه الأخلاق الكريمة؟ سيدي القائد، لقد زاد الأمر عن حده مع يوسف. أعلم أن الناس تستجيب لدعوته. هل سنصمت على هذا؟ هل سنصمت حتى يتحول السجن إلى معبد يا سيدي القائد؟ ليس لنا أي سلطان على قلوب الناس يا إخنابين، علينا فقط أن نحافظ على قوانين السجن ونظامه. سمعا وطاعة أيها القائد.
ولماذا أنت منزعج هكذا يا ولدي الملك؟ هذه الرؤى التي رأيتها يا أمي كاد أن يشيب رأسي منها. فماذا رأيت يا ولدي؟ قص علي رؤياك. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. هذه الرؤى الغريبة لا أدري ولا أعلم أي تفسير لها. يا زخار، يا زخار، سمعا وطاعة يا مولاي. أريد كل مفسر الرؤى في هذه البلاد. ماذا جرى يا مولاي الملك؟ نفذ ما أقوله لك دون جدل يا زخار. سمعا وطاعة يا مولاي. ماذا بك يا ولدي؟ لم أرك بهذه الحالة السيئة طوال عمري، ماذا بك؟ أشعر أن هناك أمراً جللاً في انتظارنا يا أمي. هذه الأيام القادمة ربما تكون عصيبة. يا ولدي، أنت في بداية حكمك للبلاد، والحكم يحتاج إلى الحكمة، فاصبر، اصبر قليلاً يا ولدي. أصبر على ماذا يا أمي؟ أنا لا تفارق عيني هذه الرؤيا. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. سبع بقرات سمان. اسمع يا ولدي، سيأتيك المفسرون بما تريد، فلا تتعجل. هيا هيا يا ولدي الملك، هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. من يشتري مني هذه الأواني الجميلة؟ من يشتري مني هذه الأواني؟ هيا اقترب، هيا هيا. يا روح، بكم هذه الجرة؟ إنها ليست للبيع أيها الغريب. ربما أصبح الغريب أقرب إليك من القريب. ابتعد عني يا زاهد، فأنا لا أصلح للزواج مرة أخرى. عليك أن تنسي ما حدث لزوجك، فربما القادم أفضل. لن يكون هناك أفضل في هذه الحياة. ابتعد عني ودعني لعملي. هيا هيا يا زاهد، قلت لك إنه وقت عملها ولا داعي لهذا الآن. كما تحبين يا روح، ولكن رغبتي في الزواج منك لن تنقطع أبدا. هيا هيا، من يشتري مني هذه الأواني؟ أسعارها رخيصة ومنافعها كثيرة. هيا اقتربوا، هيا اقتربوا. لم أكن أعرف أن الحمل إلى هذه الدرجة صعب وثقيل. استريحي يا زوجتي الجميلة، يا أم ولدي القادم. أنا في غاية الإرهاق يا بناروث. لقد هانت الأمور يا حوراء. ترى أولد هو أم بنت؟ ماذا تريد أنت يا زوجي الحبيب؟ أريد بنتا مثلك يا جميلتي. أريده ولدا يشبه. لا تتحدثي كثيراً يا حبيبتي، فقط استريحي. يا ليت كل الرجال في رقتك وعذوبة كلامك يا بيناروث. لا أدري ما الذي يجري في قصر الملك. ما الذي يجري في القصر يا بيناروث؟ الملك يحاروب رجل عنيد، ولديه أفكار جديدة قد تزيد الحياة توتراً.
احضروا لنا كل من له علاقة بتفسير الرؤى على وجه الأرض. هيا هيا. هيا معنا، الملك يريدك. مولاتي الملكة، هل أنت بخير؟ ومن أين سيأتي الخير يا ياشورا؟ وأنا لا أطيق الحياة بدون يوسف. ياه، لقد مرت السنون وما زال يوسف في أعماق وجدانك. إن احتلال القلب أكثر قسوة من احتلال الأرض والبلدان. إلى هذه الدرجة وصل حب يوسف إلى قلبك يا مولاتي؟ وأكثر مما تتخيلين. يوسف، يوسف. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان الصابرين. لما اخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب ابوه ليه. واحد منهم قال ديموك فجأة خرج من بينهم صوت، واحد منهم قال ديموك فجأة خرج من بينهم صوت. حكموا عليه بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين.